أسناني أعاني ألما في أسناني وأضع عليها العويدي وأنا صائم فهل يؤثر على الصوم؟ يقول أعاني من ألم في أسناني وأضع عليها العويدي. العويدي نعم القرنفل يعني نعم ايه؟ وأنا صائم فهل يؤثر على الصوم؟ الفضه يعني ضعه لا بأس ضعه لكن الفضه لا تبتلعه إذا لفظته ما يضر الصيام. نعم.